بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الأخوة المؤمنون بالآيات الأخيرة من سورة التغابن، الآية رقم 15 16 و17 18 هي الآية الأخيرة من سورة التغابن، رقم الصحيفة 557. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة، والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم، عالم الغيب والشهادة، العزيز الحكيم. وارفعوا أصواتكم عالية بالصلاة على محمد وآل محمد. لزيادة التواب ارفعوا أصواتكم أعلى من الصلاة الأولى. أحسنتم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة يعني امتحان. الله سبحانه وتعالى وسع على ناس، ضيق على ناس. بعض الناس جعلهم فقراء، ضيق عليهم رزقهم عن حكمة. بعضهم وسع عليهم أيضا عن حكمة. الذين ابتلاهم بالفقر حتى يرى صبرهم، لأن الصبر أيضا درجة عالية، عالية من درجات الإيمان. والذين ابتلاهم بالغنى أراد أن يرى شكرهم، والشكر أيضا من مراتب الإيمان. من الذين أعطاهم الله من الأموال قارون، قارون ابن عم موسى من بني إسرائيل. الله سبحانه وتعالى يقول: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز، كنوز الذهب والفضة والمجوهرات، ما تنوء بالعصبة أولي القوة. تنوء يعني اتقر الحمل على عصبة، عصبة يعني أقل 20، يقولون كلمة العصبة تطبق على 20 نفر، مو 20 نفر عاديين ضعفاء مثلي، لا، أولي القوة، من دول اللي يلعبون رياضة، على الأقل 20 واحد، غير الحيوانات غير البغال. هل قد جمع ذهب، ذهب مجوهرات وأموال، ولكن
امتحنه الله عز وجل. موسى عليه الصلاة والسلام لما نزلت آية الزكاة بنو إسرائيل المؤمنين قاموا يدفعون زكاة، هذا اللي عليه زكاة دفع داخل دفع داخل دفع، أرسل إلى قارون، قارون يلا أنت هكذا الله سبحانه وتعالى نعطيك، يلا ادفع زكاة، ما رضى يدفع. نستجير بالله، يعني بعض الناس اللي الله سبحانه بمقدار ما الله أعطاه من المال بنفس المقدار وأكثر من ذاك المقدار أعطاه حرصا على المال، حرصا على المال، حريص. بعض الناس يقول تأخذ روحه أكثر مما تأخذ ماله، بعض الناس يقول أنا شاهدت بعيني وسمعت بأذني مثل هذا الشخص كان عنده مشروع مدرسة إسلامية في أمريكا، وهذا الرجل الله مطيع أموال كان معطي. قلت يا مؤمن هاي المدرسة الإسلامية بحاجة إلى مساعدة، قال لي بالصراحة، قال لي سيد مرتضى عبالك فلوس مثل روح بني آدم واحد بسعي يطيل عزرائيل، ثم يعني روح بني آدم بسعي واحد يطيل عزرائيل، لكن المال صعب واحد يطيل الله. فبعض الناس هكذا بمقدار ما عنده ثروة ومال نفس المقدار عنده بخل وحرص، نستجير بالله. لكن أناس آخرين لا، الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم وأعطاهم وآخر كما قال أمير المؤمنين وآخر فاز بكلتيهما، يعني بالدنيا والآخرة، قد جمع الدنيا مع الآخرة. أقوى حديث يرويه العلامة المجلسي في البحار عن رجل من الصلحاء شاف في عالم الرؤيا رؤيا صادقة، رؤيا من المنامات الصادقة، أن الله سبحانه وتعالى قسم عمرك قسمين، نصف في الفقر ونصف في الغنى. أنت إذا أول شبابك اختاريت الفقر آخر عمرك تصير غني، وإذا بالعكس أول عمرك اخترت الغنى آخر عمرك أيام الشيب راح تكون فقير. هذا رجل عنده زوجة صالحة عاقلة، سألها قال لها يا فلانة أنت شريكتي في الحياة، يعني أنا إذا غني أنت أيضا مرتاحة، وإذا فقير أنت بشدة، إذا أنا أجوع تجوعين وياي، وأنا ألهموني وعلموني أن نصف عمري بالفقر ونصف عمري في الغنى، شو رأيك أنت؟ قالت يا أبو فلان أنت أطلب أن يكون أول عمرك في الغنى. قال زين وآخر عمره لما نشيب يكون فقراء؟ قالت ما عليك أقول لك. فاختار ذلك، الدنيا أقبلت عليه، أقبلت عليه وعلموه أنه كلما تصرف ما تفتقر، لو تصرف ملايين ما راح تصير فقير. لذلك زوجته قال لا افتح بابك للفقراء، كل فقير يجي أعطيه، أعطيه بكثرة مو شوية، يعني مو فلس فلسين، وأفتح بابك إطعام، إطعام الطعام، إكرام الأيتام، صلة الأرحام، وظل يعطي ويعطي. الناس أهل البلد جميع المحلات بالبلدان الأخرى والمدن الأخرى كانوا يسمعون بأنه كريم، يجون ويعطيهم، يعطيهم بلا حساب بلا حساب، إلى أن نصف عمره بدأ أيام الشيخوخة. هذاك اللي إجاه أولا جاء ثانيا، قال إن الله سبحانه وتعالى اختبرك، أعطاك المال فتنة امتحان، أنت نجحت بهذا الامتحان،
ما دام الله سبحانه وتعالى أعطاك وأنت أعطيت، الله سبحانه وتعالى قرر أن يستمر الغنى عنك إلى آخر عمرك، لقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إخواني، هذا درس كلها لنا، لكن قارون كفر، قالوا له ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ما دام الله أعطيك الملايين المليارات من الذهب، اطلب الآخرة، أعطي الفقراء، سل أرحامك، اطعم الطعام، اكرم الأيتام. قال: لا، أنا هذا مالي ما أحب أن أحد بلاش، الناس يأكلون بلاش، ما أخذ داعي، خليه يشتغلون. ونعوذ بالله من مرض البخل. مرض البخل هو الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به قوم لوط، ابتلوا بعمل الفاحشة والله أهلكهم وجعل عاليها سفلها. سبب بلية قوم لوط، ونعوذ بالله ابتلاهم الله بعمل اللواط، هذا شو؟ ليش؟ لأنه قوم لوط كانت تقع مدنهم ما بين بلاد الشام وما بين بلاد مصر، التجار ما بين الشام، القوافل التجارية ما بين الشام وما بين مصر كانوا يجون داخل يوم فنادق ماكو، يجون ينزلون في كضيوف، يضيف عند ضيوف عند قوم لوط. قوم لوط كانوا كرماء يكرموهم ضيوف، هذا ولو تاجر وعنده ثروة وغني، لكن الضيف كان يكرمه يومين ثلاثة، أكلهم شربهم خدماتهم. إجاهم إبليس لعنه الله، إبليس قال: يا جماعة أنتوا هذول القوافل هذول مو فقراء، هذول أغنياء، ليش تطولهم بلاش؟ قالوا: احنا بعد آبائنا وأجدادنا فتحوا بيوتهم للفقراء، هذه احنا، وهذه من محاسن عادة العرب والعراقيين بالذات الكرم. كان عندنا سيد الله يرحمه من أهل رميثة، سيد شيخ عشيرة، يقول: قطار البصرة وبغداد نص الليل الساعة 12 وصل إلى رميثة، يقول: والدي ما يحط الأكل، يقول لي: بابا روح للمحطة، شوف المحطة من ينزل من القطار، بالرميثة فنادق ماكو بنادق، كل من ينزل من القطار جيبه عندنا بالمضيف، نخلي الأكل قدامه وبعدين احنا نتعشى، ما يتعشون إلى 12 بالليل. يعني هاي حالة الكرم، الكريم ما يقدر ما يتهنى بالأكل إلا أن يأكل ضيف وياه. اسأل الله تعالى أن يرزقكم الكرم. الكريم في الحديث أن الكرم شجرة في الجنة لها فروع وأغصان في نفوس الكرماء تجذبهم إليها، وأن البخيل البخل شجرة في النار أصلها في جهنم لها فروع في نفوس البخلاء تجذبهم إليها. البخيل تاليها يخش النار ولو كل ما عنده من عبادة، نعم، والكريم تاليها يدخل الجنة مهما عنده من ذنوب. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الكرماء، كريم لكن كريم بالحرام. أما قارون رفض، يقول: فخرج على قومه في زينته، عند خدم، عند عبيد، عند إماء، بالألوف، هذول كلهم لبسهم ملابس ذهب مجوهرات، وبني إسرائيل معظمهم فقراء، يجي يتبختر ويتكبر أمام الفقراء بهؤلاء الخدم والعبيد والإماء، كلهم غرقانين بالذهب والمجوهرات.
الله يقول قال الذين يحبون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ريت احنا عندنا ثروة مثل قارون انه لذو حظ عظيم. لكن الله سبحانه الله يقول فخسفنا به وبداره الأرض. ليش موسى عليه السلام لما أرسل على قارون قال يا قارون أنت عندك مليارات، ادفع زكاة، ادفع حق الفقراء، مرض أنت. فلما ألح عليه موسى، نعوذ بالله، قارون راح استخدم في الوحدة فاحشة زانية، أنطاها مبلغ من الدراهم من الدنانير ذهب، قال لها يا فلانة. موسى لما يصعد المنبر يشتغل بالموعظة لبني إسرائيل، أنت قومي أمام الناس قولي هذا موسى نعوذ بالله زنبي هنا. بالفعل الفاحشة اجت اخذت الفلوس وقفت الى ان موسى صعد المنبر يريد يعظ الناس يلقي عليهم مواعظ، فورا الله مقلب القلوب قلب لسانها قالت يا جماعة قارون انطاني هالدنانير وامرني ان اتهم موسى واقول زنبيه، ولكن لا انا لا اتهم موسى ابدا، موسى نبي معصوم. يقول فلما سمع موسى ذلك انكسر قلبه وجرت دمعته، قام يبكي موسى انه ابن عمه يستخدم في وحده فاجره زانيه تتهمه بالزنا، انكسر قلبه، شكى الى الله. الله أوحى إلى موسى يا موسى إني أمرت الأرض أن تطيع أمرك، الأرض هاي لي الناس واقفين عليها تطيع أوامرك، أمر الأرض. فأمر موسى الأرض أن تأخذ قدمي قارون، قدمي انخسف بالأرض، صاح دخيلك يا موسى، قال خذيه، دخيلك يا موسى ابن عمك، قال خذيه، نزل الى الساق، دخيلك يا موسى، نزل بالركبتين، دخيلك يا موسى، انا تبت انا غلطت، الى ان نزل الى ان بلعته الارض. فخسفنا به وبداره الارض. هذا نعم الان في بلاد حكام الخليج كم قارون عندنا؟ أسألكم ما تدرون حكام الخليج كل واحد منهم يخلي قارون فجيب من جيوبه، لكن هذين التروات وين يصفوها؟ يشترون بها أسلحة أمريكية، يقتلون بها أهل اليمن، أهل سوريا، أهل العراق، هذا الدواعش منو موالهم بالمال؟ هذول آل سعود وآل الخليج، حكام الخليج مليارات، عشرات المليارات، مئات المليارات دولارات ذهب أموال استخدموها في ذبح الناس، في قتل الناس، في سفك الدماء، في سفك الدماء. هذا الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذا معنى. بعدين يقول إذا نجحت من هذه الفتنة وهذا الامتحان فإن الله يقول عز وجل والله عنده أجر عظيم، الأجر العظيم الجنة، نعيم الجنة، ثمرات الجنة، أشجار الجنة، قصور الجنة خير. ليش أموال الدنيا تزول ولكن نعيم الجنة لا يزول؟ الآية بعدها فاتقوا الله ما استطعتم
واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. شوفوا فاتقوا الله. القرآن اللي بيديكم هاي الأول بها فاء لو ما بها فاء، اتقوا الله وفاتقوا الله. فاتقوا الله مو اتقوا الله. هاي الفاء شنو شغل هاي؟ هاي الفاء يسموها فاء التفريع، فاء النتيجة. يعني ما دام انتم معرضين للفتنة دير بالك لا تسقط في هذه الفتنة. إذا اتقيت الله فإنك سوف تنجح في هذه الفتنة، ما تسقط، يعني تجمع بين الدنيا والآخرة. بعدين يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما أولا اتقوا الله يعني شنو؟ أسألكم إخواني، اتقوا الله يعني شنو؟ يعني الواجبات أديها، المحرمات أتركها، هذا معنى التقوى. إذا ما استطعتم شو معناته؟ يعني بقد اللي عندك استطاعة، تمام يا لا؟ يوم موسم يوم دحو الأرض، يقول لك يستحب استحباب مؤكد أن تصوم، أن تصوم. لكن إذا فد واحد مريض أو ضعيف جدا ما يقدر يصوم، ما عنده استطاعة، هم عليه واجب يصوم؟ لا، خلي يوم حتى شهر رمضان، شهر رمضان اللي صومه واجب على الجميع. إذا أنت مريض ما عندك استطاعة، إذا أنت الحج، الحج إلى بيت الله شقد بيه ثواب، شقد بيه ثواب. لكن إذا فد واحد مو مستطيع، استطاعة ما عنده. الآن عندنا هالمؤمنين هالموجودين جماعة، هالإخوان موجودين، كثير منهم إلى الآن ما راح للحج. ليش؟ لأن ما عنده استطاعة. اللي عنده استطاعة راح أدى الحج، بعض الناس مرتين ثلاثة أربعة يروح يحج، وكلما زاد حجا زاده الله مالا وخيرا ورحمة وبركة. الآية الكريمة تقول فاتقوا الله ما استطعتم. خلي بالك عندي، أقوى آية أخرى يقول فاتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إيش قال؟ حق تقاته. بعض المفسرين السنة قالوا هاي الآية اللي قريناها ما استطعتم ناسخة لتلك الآية اللي تقول حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يعني حتى حق تقاته ايش قد يعني نتقوا الله؟ قال اولا ان تعمل باحكامه، احكام القرآن تعمل عليها، الواجبات، الواجبات تعملها، المحرمات تتركها. زين وهاي الشيء تقول هاي الآية اليوم الاثر تقول اتقوا الله ما استطعتم، ولكن بعض المفسرين الآخرين يقولون لا، اثنينهم بد معنى، اتقوا الله حق تقاته نفس المعنى اتقوا الله ما استطعتم. انت اذا ما عندك قدرة على الصيام، يقول عز وجل فمن كان مريضا او على سفر شنو بعد؟ فعدة من الأيام الأخرى. أحشدكم في اللطيفة أيضا، العام الماضي شهر رمضان إجاني أحد المؤمنين قال سيدنا ابني طالب في السادس العلمي إعدادية وعليه امتحانات صعبة فيقدر ما يصوم. قلت له خلي لك أقرأ الآية. قال اقرأ. قلت له فمن كان مريضا او على سفر او سادسا علمي فعده من ايام اخرى. قال هاي منين جبتها؟ قام يضحك، فعبال كل من سادس العلمي بعد ما عليه. لا، فاتقوا الله ما استطعتم. اذا انت سادس علمي او انت بالكليه او انت عامل بنا او ما دام عندك استطاعه يجب عليك الصوم.
ما عندك استطاعة حتى تضرب البيت قاعد والمكيف على راسك والمروحة تشتغل على راسك، لكن استطاعة ما عندك، فاتقوا الله ما استطعت بمقدار الاستطاعة. زين السالع استطاعة بقدر الاستطاعة، النتيجة شنو؟ عين بالقرآن، عين حبيبي، عين عين بالقرآن عين. يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا. كلمة اسمعوا يعني شنو؟ يعني انت من جيبك لتطلع احكام، اسمع كلام الله، كلام الله يأمرك، رسول الله، الأئمة والعلماء والذين مراجع التقليد، اسمعهم اولا واعمل على الكلام. من جيبك، من جيبك لا تطلع حكم حلال لا حلال ولا حرام، اول اسمع كلام الله، كلام رسول الله، كلام الامام المعصوم، كلام العلماء والمراجع، اسمعوا ورا، اسمعوا شنو ورا، شنو عندك؟ واطيعوا، واطيعوا. ولذلك المؤمنين شو يقولون؟ يقولون سمعنا واطعنا. الكافر شو يقول؟ الكافر يقول سمعنا وعصينا. فالمؤمن علامة مؤمن اولا يسمع، يسمع كلام الله وبعدين يطيع كلام الله وكلام رسوله. زين حبيبي اسمعوا واطيعوا، بعد شنو؟ بعد شنو؟ وانفقوا. زين هذا الانفاق خير لو شر؟ اذا انفقت مالك في سبيل الله شي يصيبك؟ يصيبك خير لو شر؟ خير. ولذلك يقول انفقوا بعد شنو؟ خيرا لانفسكم. اذا اعطي فلس او مليون او مليار كل هذا خير عند الله ما يضيع. بعدين اخو آية يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. يخلفه يعني شنو اخواني؟ يعني شنو يخلفه؟ يعني يعوضك. احيانا يعوضك ضعفا، احيانا عشرة اضعاف. هسه راح تجي الآية وراها، خش آية حلوة. وانفقوا خيرا لانفسكم، بعدين يقول ومن يوقى شح نفسه. يوقى شح نفسه يعني شنو؟ يوقى من الوقاية، شح يعني البخل. اخو فد واحد بخيل، فد واحد شحيح، فد واحد لئيم، عنده بخل، عندنا شح وعندنا لؤم. الشح اخطر من البخيل ومن اللئيم. البخيل يبخل على الناس بماله، ولكن الشحيح لا، عنده حرص على، هم بخيل ما ينطي، وهم خلي يقول تموت الدجاجة وعينه على المزبلة. سامع المثل؟ تارس جيبه، جيبه متروس، البنك ماله متروس، الصناديق مالته متروسة، بعد عينه على الأرض. يقول ومن يوق شح نفسه، يعني إذا أنت تقدر تخلص نفسك من البخل، من صفة الشحيح، فهم من المفلحون، أولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المفلحون. الراوي يقول شفت الإمام الصادق عليه السلام يطوف بالكعبة في الحج في العمرة، يقول اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، قني يعني امنعني احفظني. قلت له يا ابن رسول الله شلون دعاء هذا؟ يعني ما عندك حاجة إلا هذا؟ قال ماكو بلاء أخطر من شح الإنسان، البخل. إذا ابتلي الإنسان بالبخل يعني بعد حتى صلاته، صومه، عبادته، قرائب، حتى على مرته، على مرته ما يقدر يشوف مرته وجهاله. يقولون فد واحد زنقين كان بخيل على مرته وجهاله، بخيل فلوس عنده بس ما يغديهم ولا يعشيهم الا خبز جبن، والجبن كان مخليه فد معون
والمعون مخليه بالحجرة وقافل باب الحجرة وشال المفتاح بجيبه. فديوم صار الغداء ما اجى، المرأة انتظرت هسه لا لحم لا شحم لا فاكهة خبز وجبن. اجى شاف المرأة دا تنوخل الخبز بالقفل مال الحجرة وتاكل. قال يا مرأة ايش قد حريصة انت، يعني فد يوم بلا عدام ما تغدين يعني الا يعني من اتنوخ الخبز بالقفل مال الحجرة هذا اعتبره عدام. يقول فد يوم بعد بس خبز غالي اقلي هذا الشحيح بعد نعوذ بالله اموال. يقول وانفقوا خيرا ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. زين هاي الايات الاخيره، ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم بعد شنو ويغفر لكم بعد شنو والله شكور بعد حليم عالم الغيب والشهاده العزيز الحكيم. اولا انت اذا فلوسك خلصت وعندك مريضة تتعالج لا سمح الله، عندك بناية تضطر تروح تستقرض من البنك من اسمه، وبعض المرابين هم ما عنده رحمة يقول بالمئة عشرة لازم تعطيني فائدة. الله مهشكل محتاج فقير، ان تقرض الله، الله محتاج قرض؟ الله ما محتاج قرض اصلا. احنا اللي عندنا وما عندنا ممن مو منه، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد يتفضل يتفضل يتلطف علينا. هذا المساعدة اللي تساعد الفقير الله يعتبره قرضا حسنا. قرضا حسنا يعني شنو؟ القرض عرفناه، حسنا شنو؟ حسنا يعني فوائده منافعه أضعاف مضاعفة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ماكو أربح، ماكو تجارة أربح من هذا الذي تعطي مالك قرضا حسنا للناس. فكيف إذا أعطيت هذا القرض الحسن للكريم لأكرم الأكرمين لأغنى الأغنياء وهو الله سبحانه وتعالى؟ يقول يضاعفه. يضاعفه يعني شنو اخواني؟ يضاعفه يعني شنو؟ يعني الدرهم ايش قد يسوي لك اياه؟ يقول من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، عشر. مكان اخر يقول مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبه. يعني كم ايش قد صار؟ 700. الدرهم الواحد يصير 700. في بعض المصارف بالحج مثلا اذا انت اصرفت اموالك في سبيل الحج في سبيل زياره الحسين والائمه الاطهار سلام الله عليهم اجمعين، زياره الامام الرضا عليه السلام، هذا مو 700 يصير 7000، 7 ملايين، مليارات تصير. ولذا ورد في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع آخر حجة راد يطلع من مكة، دخل عليه أعرابي إلى مكة، أعرابي يعني بدوي لكن مؤمن، مؤمن. قال يا رسول الله أنا فاتني الحج هذا العام فدلني على عمل أبلغ به ثواب الحج. الحج ما فاتني، شو اسوي حتى احصل ثواب الحج؟ فنظر رسول الله الى جبل ابي قبيس. جبل ابو قبيس انا اذكر ايام قبل 60 سنة لما حجيت جبل كان موجود. الان ال سعود شالوا الجبل سووا مع الارض بنوا عليه قصورهم. رسول الله اشار الى جبل ابي قبيس قال يا اخ العرب اترى ابا قبيس؟ قال نعم. قال لو كان عندك مثل ابي قبيس ذهب أحمر وأنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج. هل ثوابي
هكذا البيتوا. إذن يضاعفه أضعافا مضاعفة بلا حساب، بلا حساب. وأي ثواب أعظم من الجنة؟ نعيم الجنة، ثمرات الجنة، قصور الجنة، حور الجنة، غلمان الجنة. يقول: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. بعدين قل: والله شكور. شكور يعني شنو؟ يعني شنو شكور؟ يعني أنت إذا عملت أي عمل خير الله يشكرك. الله إذا شكرك يعني شنو؟ يعني يزيدك، عند الله ما يضيع. حتى لو تمرة واحدة أنت أنفقت في سبيل الله، تمرة واحدة، الله شكور، والله شكور. ورا الشكور يعني شنو؟ ورا الشكور حليم. حليم يعني شنو؟ حليم يعني إذا عندك ذنب الله ما يعذبك، يحلم عنك. زين، هذني خمسة أسماء الله ختم بها السورة: أولا شكور، ثانيا حليم، ثالثا عالم الغيب والشهادة، رابعا العزيز، خامسا الحكيم. هذه كل الصفات الخمسة لمن ينفق ماله في سبيل الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم الأجل الأكرم يا الله. إخواني، إذا ما متت باكر إن شاء الله نبدأ بسورة الطلاق. قضية الطلاق من القضايا المهمة المهمة المهمة، فإذا ما عندك مانع إن شاء الله تحضرون وأنا بخدمتكم. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، يا غياث المستغيثين، إلهنا بحق الحسين المظلوم فك رقابنا من النار، قولوا آمين. اللهم أدخلنا الجنة، قولوا آمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. وهذا الدعاء دعاء رسول الله، وجزء من دعاء أبو حمزة التمالي. اقرأ معي: يا مفزعي عند كربتي، ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت وبك لذت، لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا غياث المستغيثين، فأغثني وفرج عني. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير واعف عن الكثير. اللهم اغفر برحمتك ذنوبنا، اللهم اشف مرضانا. من سألني الدعاء من إخواني وأخواتي المؤمنين والمؤمنات، اللهم استجب دعواتهم، فرج همومهم، اشف مرضاهم، داوي جرحاهم، اقض حوائجهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الجبهات، انصرهم نصرا عزيزا. إلهنا عجل فرج مولانا، قوموا تعظيما لمولانا، ارفعوا الأصوات المستغيثين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.